الدياي للنفاس بلحسه على طريقة الوالدة الله يرحمها. نظفنا الدياي بالكركم والخل والملح، ناخذ الدياي ونقصها قطع متساوية، حنقطعها حسب الحجم اللي تبونه. حنقطع البصل قطع كبيرة مو صغيرة، ونقطع الفليفلة قطع كبيرة، ونقطع طماط، زيت وزبدة، وإذا عندكم سمنة النفاس بعد أحلى، بصل، نحط عليه شوية كركم، حنضيف الدياي ونحمره مع البصل لما تطلع ريحته. راح ناخذ الفلفل مع الطماط نخليهم من تحت الدياي. ونسكر عليه لما يبخر ويدغدغ. بعد ما حطينا عليه ملعقتين طعام من بودر الحسو ضفنا عليه الماء وغطيناه ونخليه على نار عالية لمدة ربع ساعة، بعدين نوطي على النار لما يتخثر الصوص. نحط شوية ملح، طبعا الوالد ما تحتاج وايد ملح عشان ما تعطش وايد، نحط شوية ملح. شوفوا الدياي ذابت، ونقصر على النار ما شاء الله بسم الله. شوفوا المرقة شلون خاثر تبارك الرحمن. ما شاء الله، شيروا الفيديو واحتفظوا فيه حزة الحزة.